الثورة ما بتعترف على المناطق، والثورة ما فيها في التفريق بين أي حدا. نحن اليوم تظاهرنا لنأكد للعالم كلياته أنه نحن مستمرين بثورتنا وين بأي مكان. نحن اليوم عم نظهر أنا بالريف في حلب الغرب، عم بتظاهر اليوم بعفرين لأكد على هدفي، لأكد أنه الشعب يريد إسقاط النظام. ما رح نوقف أبدا عن مطالبنا لحتى نسقط بشار وننال حريتنا المنشودة، وبإذن الله رح نوصلها ورح تكون سوريا حرة. وطلعنا كمان لنأكد وقوفنا جنب أهلنا في إدلب اللي عم يموتوا بكل لحظة بنتيجة آلة الإجرام الروسية والأسدية، وبإذن الله نحن قلبنا معكم وروحنا معكم، جرحكم عم بينزف نحن عم نتألم معكم، وباذن الله الله يفرج عن سوريا ونوقف ونزيل بشار الاسد ونعيش بامان بسوريا.